سبع فنانين تركوا دينهم وألحدوا، لن تتخيل من هم وماذا فعلوا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الإلحاد هو مذهب فلسفي يقوم على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، ويذهب إلى أن الكون بلا خالق، ويعد أتباع العقلانية المؤسسين الحقيقيين للإلحاد الذي ينكر الحياة الآخرة، ويرى أن المادة أزلية أبدية، وإنه لا يوجد شيء اسمه معجزات الأنبياء، وذلك مما لا يقبله العلم في زعم الملحدين الذين لا يعترفون أيضا بأي مفاهيم أخلاقية، ولا يقيم الحق والعدل ولا بفكرة الروح. ولذا فإن التاريخ عند الملحدين هو صورة للجرائم والحماقات وخيبة الأمل، وقصته لا تعني شيئا، والإنسان مجرد مادة تطبق عليه القوانين الطبيعية كافة. وكل ذلك مما ينبغي أن يحضره الشاب المسلم عندما يطالع أفكار هذا المذهب، وأن علاقة الإنسان بربه هي علاقة تخص، حيث للأسف الشديد ألحد العديد من الناس الفترة الأخيرة وجهروا بالإلحاد، وكان منهم بعض الفنانين الذين أعلنوا إلحادهم وإنكارهم لوجود الله عز وجل، ومنهم من تراجع وتاب، ومنهم ما زال في إلحاده، وهم 1- الفنان محمود الجندي الذي كان منذ فترة ألحد وأعلن إلحاده بسبب مجموعة من الكتب التي قرأها تنكر وجود الله عز وجل، والذي جعله تاب وتراجع عن الإلحاد. حريق حدث في بيته، كل شيء اتحرق به حتى زوجته، ولكن المصاحف في بيته لم تحترق، حيث كانت زوجته تحتفظ بهم في المكتبة، وتعجب من رسالة الله له وتراجع وتاب لله عز وجل. 2- دينا مسعودي، وهي مطربة وممثلة ألحدت وأعلنت إلحادها، حيث كتبت تاتو على ظهرها خصومة قلبي مع الله، ولم تتراجع عن إلحادها على الرغم من استياء بعض جمهورها. 3- الفنانة أنجيلينا جولي وزوجها براد بيت، على الرغم من أعمالهم الخيرية والإنسانية العديدة، وخاصة أنجيلينا، فهم يتبرعون بأموالهم للفقراء ويساعدونهم في مختلف العالم، وعلى الرغم من أخلاقهم الحميدة إلا أنهم يعلنون أنهم ملحدون. 4- رشيد بوجدرة، وهو فنان جزائري أعلن إلحاده وهو عمره 75 عاما، وقال أن جميع أصدقائه ملحدون. 5- دانيال رادكليف، الممثل العالمي المشهور ألحد عن الديانة المسيحية وأنكر وجود الله تماما، وقال أن ذلك جاء نتيجة أنني قرأت في الكثير من الكتب التي تتحدث عن ذلك. 6- مرجان فرمان، وهو فنان عالمي أيضا، حينما سأله أحد الصحفيين عن وجود الإله وأي دين يتبع، أنكر وجود الله عز وجل وقال أنه مجرد اختراع، مؤكدا أنه ملحدا. 7- جوليان مور، وهي فنانة عالمية حصلت على جائزة الأوسكار، حينما سألها أحد الصحفيين عن وجود الله قالت: لا وجود، لا الله، وأخيرا نسأل الله أن يتوب على كل ملحدا وأن يرجع إلى رشده. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.